مرحبا، أهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع في حلقة جديدة من أحد السلاسل أو إيش بيسموها، السلسلات اللي بدكم إياها. المهم بدنا نتكلم اليوم عن اختبار الجنسية الكندية، هذا التحضير له. في ناس كتير عم تسأل عن طريقة التحضير، في مؤسسات بتسوي هذا الشيء انكمبس، بس ما بتعرفوا عن موضوع الكوفيد، صار كل شيء اونلاين. فاحنا حبينا نبدأ بهذه السلسلة ونتكلم عن هذا الموضوع ستيب باي ستيب. يعني لو كل يوم حضرت حلقة، صدقا بعد ما تخلص ان شاء الله راح تكون فاهم الكتاب كامل تبع اختبار الجنسية الكندية. وحتى الناس اللي ما بتعرف عن موضوع الاختبار او ما بدها تقدم الاختبار، ممكن تعرف اكثر عن كندا من خلال هذه السلسلة. الآن أول شيء طبعاً أنت عشان توصل لمرحلة الجنسية الكندية لازم تكون عايش في كندا مدة قانونية لا تقل عن 3 سنوات، حتى لو كانت متقطعة في ال5 سنوات الماضية. في قانون بتغير هذا القانون من فترة لفترة، فاللي بيسمعنا يمكن بعد سنة سنتين عشان ما يلونا. بعدين بتقدم زي ابلكيشن وبتبعته عن طريق البريد لوزاره الهجره، ووزاره الهجره بيعملوا بروسس. عاده وزاره الهجره بيقولوا لك انه في عندك اختبار للجنسيه الكنديه بمعلومات عن كندا. اهم شيء بدي احكي فيه قبل ما ندخل في الاختبار ونحكي عن الكتاب، اهم شيء كل المعلومات اللي بتحطها في الابلكيشن تكون صادقه، لانهم اذا اكتشفوا في خطأ قد يؤخر هذا من الابليكيشن. اذا هذا الخطأ كبير، خاصة في المدة اللي انت عايشها في كندا، قد يلغي الابليكيشن وقد يصبح عليك غرامات، وقد يلغوا حتى البي ار اذا وجدوا شيء فعلا في فرود او كذب واضح. الحكومة الكندية من الحكومات اللي بتعرفوا انها بتصدق الانسان الى ان يثبت عكس ذلك، واذا ثبت عكس ذلك هي مشكلة كبيرة جدا، فانتبهوا لها انتباه كبير. كل شيء يكون في الابليكيشن صحيح، صدق اهم شيء في الابليكيشن. وحاول انك تراجع، اذا انت بتكتب الابليكيشن لحالك حاول تراجعه 5 مرات، انت مرتين، زوجتك مرتين، اولادك الكبار خليهم يراجعوها، نادي صديق خليه يراجع، لانه احيانا حرف في الايميل بروح الايميل لواحد ثاني، او بروح غلط او برجع لهم، رقم تلفون غلط، العنوان الصح، وهات عدل يا معدل، هات بعد سنتين لما تعرف انه في خطأ. فعشان ما تدخل في الدوامة هاي، راجع الملف تبعك حرف حرف، كلمة كلمة. يعني بتعرفوا بغلطت بحرف وطبعوا لك الجنسية غلط وقصة، يعني بدناش تدخل في الدوامات هاي اللي ما انتوا عارفين الاجراءات الحكومية. طيب الآن إن شاء الله أنت قدمت الابليكيشن وكل شيء تمام. في الحلقة هاي حنتكلم عن الكتاب بشكل عام، وبالحلقة الجاي اللي هي بكرة إن شاء الله بنفس الوقت حنتكلم عن الفصل أو بداية الفصل الأول. حتكون الحلقات 10 دقائق، ما حنطول فيها. الآن الكتاب يا إما بوصلك بالبريد من الهجرة، أو بتروح حورجيكو على جوجل وبتكتب Discover Canada، اكتشف كندا، Discover كندا بالجوجل، بيطلع لك أول موقع اللي هو canada.ca، هذا موقع الحكومي، تضغط عليه بيطلع لك هاي الصور الحلوة. أوكي، في عدة شغلات، في بتقدر تقرأ أونلاين، تقرأ أونلاين بيطلع لك زي PDF أونلاين، في بتقدر تستمع، وهذه أنا بحكي للجميع اللي بحب يركض، اللي بحب يسوي نشاطات بالسيارة، خليه يشتغل، تقدر تنزله MP3 وتسمعه على طول، واحد بقرأه يعني، تقدر تعمل له داونلود وهلا حنسوي، تقدر تعمل له أوردر بيبعتوا لك إياه بالبريد نسخة ورقية. طبعا الأفضل أن يكون عندك نسخة ورقية عشان تمسكه وتقدر تخربش عليه. إحنا اليوم عشان الحلقة لايف وعشان شغالين أونلاين وعشان كنار تي في كل شيء اونلاين، فحنشتغل. طبعا تقدر تنزله بالفرنش وبالانجلش، تقدر تنزله كمان لكتاب زي ما بسموه كتاب الجنسيه. هذا هو الكتاب، انا حنزله من هون. اوكي، انا منزله قبل هيك، بس anyway الكتاب بكون
شكله ظريف، هو منتج أو عملته الحكومة الكندية، فهو خاص بالحكومة الكندية، اسمه Discover Canada. يا جماعة هذا الاسم هو قد يكون سؤال، Discover Canada إيش اسم الكتاب اللي ممكن يسألوك هذا السؤال وفينا وموجود هذا بين الأسئلة؟ Discover Canada. الصور هاي مش مهمة. الصفحة الأولى اللي في الكتاب بحكي لك الأوث، الأوث اللي هو عبارة عن القسم، القسم اللي بتقسمه يوم ما تستلم الجنسية. هلا احنا شوي مسبقين للموضوع بس هم حاطين لك يا بالصفحة الأولى، هذا آخر المشوار بعد ما تقدم الامتحان، بحددوا لك وقت تيجي بتقسم قسم الجنسية وبتستلم فيه السيرتيفيكيت أو الشهادة اللي تثبت إنك أصبحت كندي. القسم هذا باللغة الإنجليزية والفرنسية مش لازم تحفظه، بس لازم تفهمه إنك أنت بتقسم بإنك تكون لك ولاء للملكة وكندا والقوانين اللي موجودة. فزي ما بحكي لك هون you have to understand the oath not to recite it، بلاش لازم تحفظه لأنك بتكرره وراء القاضي يوم القسم. طبعا بتكون انت لازم تكون فاهمه انه اللي يكون عندك ولاء للملكة وكندا. هذا هون بحكي لك عن البروسيجرز تبع كيف طريقة التقديم على الجنسية، احنا حكينا عنه انه لما بتوصل عندك الريكويرمنت انك حسب القانون الان 3 سنوات من اول 5 سنوات بتقدم على الجنسية، ما دامك انت عايش في كندا عدد أيام بالثلاث سنوات بالضبط بالأيام، يعني إذا طلعت ورجعت في لها طريقة تحسبها، وبتتقدم على الجنسية. بس توصلك الجنسية الأشخاص اللي من عمر 18 الكل لازم يتقدم، بس اللي أشخاص من عمر 18 ل 54 سنة لازم يسووا شغلتين. أول شغلة اللي هي ما يثبت إنهم بجيدوا اللغة الإنجليزية أو الفرنسية، والشيء الثاني طبعاً يقدموا الاختبار تبع الجنسية اللي هو بدنا نحكي عنه أكثر شيء. فالأشخاص اللي عمرهم أكثر من 55 سنة وأقل من 18 سنة ما بيشترطوا عليهم إنهم يقدموا اختبار الجنسية، بس بيجوا على القسم بيقسموا وبأخذوا الجنسية أوتوماتيك بعد ما يقدموا عليها طبعاً. طبعا هون بحكي لك good luck، ادرس الكتاب كويس، وانا برجع بحكيها انه لازم تدرس هذا الكتاب كويس. هذا الكتاب في عدة فقرات حنحكي عنهم سريعا. اول واحدة applying for citizenship، كيف تقدم على الجنسية. الشغلة الثانية اللي هي right and responsibility، حقوقك وواجباتك ككندي جنسية. من نحن الكنديين، من هم الكنديين، من قسمه الكنديان هيستوري، هذا أصعب جزء وأطول جزء 10 صفحات، شوي معقد. أنا بدي أعطيكم كمان إكسل شيت تفهموا كيف يعني حساعدكم كتير في الموضوع، واللي درسوا بالإكسل شيت هذا الحمد لله 99% منهم نجحوا لأنه واضح، بس حاطيه بنهاية الحلقات عشان تكونوا معاي لآخر حلقة. المودرن اوف كندا، هذا حيحكي عن كندا الجديدة، كيف الحكومة عندنا في كندا بتشتغل، او الفيدرال الكشن، الانتخابات الفيدرالية، القضاء في كندا، بعدين الكنديان سيمبلز او الرموز الكندية، الإيكونومي أو الاقتصاد الكندي، بعدين بيبدأ يحكي عن المناطق الكندية، هذا مهم جدا حنحكي عنه بالتفصيل، وبعدين شوية أسئلة عندك موجودة وانتهى تقريبا هم في النهاية. الصور لمين ومور انفورميشن وثورتيز، هاي ما في مشكلة فيها كتير. بدي أشرح شغلة مهمة وقد تكون اليوم أهلا وسهلا إن شاء الله. لا لازم تدرس هالكلام اللي بدي أحكيه، إنه الاطلاع على الكتاب أو
ترجمته اللي بدنا نسويه احنا معكو لا يعني انك لازم ما تقراه باللغه باللغه الانجليزيه، ولا يعني انا بشوف بعض الشباب بينزلوا ابس على الموبايل في اسئله كتير وبدفعوا حقه يمكن دولارين او ثلاث وبضلك تجاوب زي ما بدك، هذا لا يغنيك عن دراسه الكتاب، لا شيء يغنيك عن دراسه الكتاب. يا جماعه الامتحان ليس بالصعب ولكنه ليس بالسهل، بما معناه اذا لم تدرس الكتاب لن تنجح. اوكي، المعلومات اللي موجوده او الاسئله 100% ما في اسئله خارج المقرر، كلها من الكتاب. ليس هدفهم انهم يرسبوك، لكن هدفهم يشوفوا معلوماتك عن كندا. لازم تنجح ب 16 سؤال، اذا جاوبت 5 خطأ ترسب، وبالتالي بتضطر انك تعيد الامتحان، واذا عدته اكثر من مره بعطوك مرتين او المره الاولى والثانيه، واذا رسبت بعد ذلك لازم تلاقي قاضي، ومعناه انك تلاقي قاضي انه لازم يعطوك موعد، ومعناها انت تاخرت، بشوف القاضي ليش انت عم ترسب. في ناس عندهم حاله مثلا مرض، انا بعرف ناس مثلا عيون ما بسمع كويس، عندهم اعاقه، عندهم مشاكل، عندهم يعني ما بقدر يدرس الكتاب، عنده مشاكل نفسيه ما بقدر يركز. في ناس اميين ما بيقرأوا بكتب، فهذه الأسباب بنظروا فيها الحكومة الكندية وتعطي بعض الامتيازات لهدول الناس أو بعض الحلول، لكن لا يعني هذا أنه مش لازم يعرف. يعني لما يروح عند القاضي بيسأله من إيش بتكون علم كندا، شو الألوان الموجودة على العلم، أي تاريخ أنشئت كندا، كم سنة إن إحنا منذ إنشاء الفيدرالية الكندية، بيسألوا عدد لي مثلا المقاطعات اللي موجودة في كندا. كل هاي الأسئلة بيسألوا إياها، مش معناها إنه عنده مانع إنه يقدم امتحان إنه ما حيسأله. فالمختصر أو اللاين لا تتساهل في الكتاب، الكتاب ليس بالصعب، ممكن تدرسه بخمس أيام ست أيام وتراجعه بيومين وتدخل الامتحان، ولكنه ليس بالسهل. لما ندخل في موضوع الهيستوري هتشوفوا أنا وياكم كيف حندخل نطنط من تاريخ لتاريخ، طب إيش صار، ليش صار هيك، كل هذه الأمور حنحكي عنها بالتفصيل الممل. أنا بديش أطول عليكم، زي ما وعدتكم تكون الحلقات بين 10 و 15 دقيقة عشان تقدروا تراجعوها كل يوم. فهذه الحلقة الأولى، تابعونا غدا في الحلقة الثانية إن شاء الله، وكل أسبوع حنكون معكم بهذا الموعد. غدا حنتكلم، خليني أحكي عن هذا الموضوع applying for citizenship معنا 3 دقائق. زي ما حكيت أنا البروسيجرز سهل جدا، ممكن هذا الكتاب يساعدك فيه أصدقائك أو الأشخاص اللي بتعرفهم. الكنديين أنا بقول لك مش كتير، بس يعني حتى بتسألهم في تواريخ كتير بيعرفوهاش، فاللي ما درس الكتاب صعب. اللوكال أورجانيزيشن حكينا بتعطي، وكنار تي في راح تكون إن شاء الله قريبا جوا الكتاب هذا، ويحكوا عنها إنها بتعطي بتعطي دروس أونلاين. فخليني بس أضيف أيوة، زي ما انتم شايفين بقول لك التست سهل جدا، بسألك بس شغلتين، معرفتك بالكتابة هذا، والشغلة الثانية باللغة الإنجليزية. فهاي الشغلات اللي موجودة في الصفحات. من غدا إن شاء الله حكينا عن هذا الموضوع، بعد التست تيجي بتأخذ القسم، بتوقع على الفورم وبتستلم السيرتيفيكيت أو الشهادة التي تثبت أنك كندي، وبعد أعتقد 24 ساعة بحكوا لك حسب الوقت، هلأ بالكوفيد الله أعلم، بس بعد فترة بسيطة يعني قبل ما يعملوا أبديت للسيستم بتقدر تقدم على الجواز الكندي وتقدر تسافر إذا بدك رايت أوي. غدا إن شاء الله حنبدأ في الرايت أند ريسبونسبيليتيز، فكونوا معنا على كنار تي في إن شاء الله، ونراكم في حلقات جيدة وقريبة إن شاء الله. بذكركم بس بحلقات اليوم مساء إن شاء الله الساعة 7، يعني بعد أقل من ساعة ونص حيكون عندنا حلقة جمال التطوع مع إكرام، حلقة مميزة مع متطوعة متميزة.
الساعة 9 إن شاء الله حيكون عندنا جمال الفلكلور والثقافة اللبنانية، وغدا الساعة 5 التحضير لاختبار الجنسية مع العبد الفقير لله. إن شاء الله تستفيدوا. السلام عليكم.